دعاء في يوم الجمعة الأخيرة من شعبان قبل رمضان. يا ربي، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أنت وعدت عبادك في يوم الجمعة أن فيها ساعة إجابة لا يوافقها عبد يدعوك فيها إلا استجبت له. يا رب، نحن ندعوك في يوم الجمعة ونتلمس هذه الساعة، وندعوك في اليوم كله، وأنت الكريم وأنت المجيب، وهذا يوم حبيب إليك. يا رب، أدخلنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعله من خير رمضان مر علينا منذ خلقتنا. اللهم اجعلنا يا رب نسارع لإرضائك في رمضان. اكتبنا ممن يسارعون في الخيرات، اكتبنا يا ذا الجلال والإكرام ممن يقولون وعجلت إليك ربي لترضى، اكتبنا يا رب ممن قالوا إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يا رب، املأ قلوبنا بحبك في رمضان. يا رب، إن قلوبنا بين يديك تقلبها كيف تشاء، وأنت ترى يا ذا الجلال والإكرام صدق نوايانا أننا نريد أن نتقيك ونعبدك في رمضان، فأعنا أعنا. خرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. اللهم املأ قلوبنا بحبك في رمضان. اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اعتقنا من النار في رمضان هذا العام، واستجب دعاءنا واسترنا وافتح علينا وفرج كروبنا وأزل همومنا وأذقنا حلاوة القرب منك برحمتك يا أرحم الراحمين.